تعديل ما حتعمل الاجراء ما حتعمل تسعير فلازم يكون في خطاب من العميل او يعتبر نموذج الخطاب اللي جاي من العميل يعتبر نموذج طلب بس هذا شركه اكل نرجو هو الانكوير اي طيب طيب في نوع عمل اول هذه في المقدمه احنا عاملين الطلب هذا ليش لاي سبب هو طلب ليش تسجل البيانات فوق طلب على السعر ليه ما سجلت جوا الدائرة؟ هذا أول خطأ إنك تحط العنوان داخل الدائرة. إحنا كيف مسوين؟ تقديم الدخل. إنه هذا أنا أساساً. طيب هذا هنا هذا هنا ناقصه عنوان هذا ناقصه عنوان ناقصه عنوان احنا ما حطينا عنوان خلاص هاي قلب عليك خليك لا 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 هي جوا لا نتكلم احنا نتكلم عشان نحسن ايوه هو لما تكلم معنا الدكتور قال انا مو لازم اروح اكتب يعني اول كلام لما جيت تكلمت قلت انا نموذج طلب اجازه انا ما اكتب فوق الدائره موجود صحيح بس انت هنا هذا هنا الان هذا هنا الان ليس عنوان انت حاط بعد عنوان ده ليس عنوان هذا عباره عن اجراء اجراء تقديم طلب سلفه تقديم طلب اجراء انت جالس تسوي اجراء مو جالس تسوي خاطئ فهمناه بالاول كويس اتضح لنا طيب اوكي اللي بعده يا محمود عشان نكتمك بالمره لا ما في طيب تصفيقه قويه جدا في شيء ثاني تفضل طيب الحين انت تمت العمليه كلها وانت ما تقول انك حطيت الاجراء هذا كله في المعلومات زينا هنا في الاخير فين سجلها في قاعده البيانات ما حطه في قاعده البيانات نبعته على طول بس ما يكون عندك ريكورد يعني انت لا لا ديوان انت عندك ايه الاي ار بي اللي انت مشتريه كله اوتوماتيك